أول أسئلتي هذه الحلقة من المرسل أبي عبد الله من حفر الباطن، يقول: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من المعروف أن من عطس وحمد الله يقال له يرحمك الله، فهل إذا عطس مرة أخرى أو ثالثة أو رابعة وحمد الله هل يقال له شفاك الله أم هذا خطأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، تشميت العاطس سنة، وهو قول إذا حمد الله، إذا حمد الله فتشميته سنة، وهو أن يقال يرحمك الله ثم يجيب هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا سنة ثابتة لأحاديث الصحيحة، وهو من حق المسلم على المسلم. وإذا عطس ثانية يعاد التشميت، فإن تكرر ذلك أكثر لأن كان هذا من باب الزكام فإنه يدعى له بالشفاء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا ليس له حد في الثالثة أو الرابعة؟ في الثالثة تقريبا، يعني إذا عطس مرتين شمت، أما في الثالثة وما زاد عليها هذا يدل على أنه مزكوم. نعم، فيدعى له بالشفاء في كل مرة بعد الثالثة أو مرة واحدة؟ يكفي مرة واحدة.